عايز خيرة تشطب بقى هدول السخلون الكبير. المصريين كانوا من بداية الثورة مستنيين الاستقرار الأحمر اللي أصبح أيضا وسلام حوالين السيولة. الحاجة الثانية اللي هو الاقتصاد هنفضل المواقع الإلكترونية كلها تسجل. أنا ما بصنعش مشكلة، أنا بنقل المشكلة. أي حاجة عايزة تيجي ضد الإرادة الشعبية مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله، ولن تركع بفضل الله.